طبعا موقف الاخوان مع بداية ثورة 25 يناير كانت بعض الناس بدأت تتعاطف وكانت بدأوا ياخدوا اسهم في الشارع خاصة بعد موقعة الجمل، لكن بعد ما احداث ال 18 يوم انتهت بدأ الاخوان ما يكسبوش الشارع وبدأوا يلعبوا سياسة. بدأ بمرور الوقت وشهر ورا شهر بدأ ان هم يظهروا على ارض الواقع ان هم مش عايزين الشارع، لا ده هم عايزين السلطة. وابرز النتائج اللي وضحت لنا في الشارع الاسبوع ده لما حصلت احداث التحرير واحداث شارع محمد محمود ان هم ما كانوش مع الشارع ورفضوا النزول وكانوا بيقولوا ان احنا عايزين الانتخابات، ان شاء الله الانتخابات مش هتحصل عشان هم ما كانوش عايزين الشارع، كانوا عايزين السلطه. وابرز حاجه حصلت امبارح يقول لك احنا نازلين مليونيه الاقصى، يعني معلش يعني في حاجه اسمها فقه الاولويات. فقه الاولويات بيقول لك ان انت يعني تبدي يعني تبدي او تخلي الاولويه لشعبك وبعد كده الاقصى، لما تتحرر البلد دي الاول هنطلع كلنا نحرر الاقصى، لكن ما تجيش تقول لي مليونيه الاقصى الساعه 5 امبارح يوم الخميس والناس كانت بتتقتل في محمد محمود. موقف الاخوان مخزي جدا، وانا شخصيا لو يوم الاثنين نزلت انتخب مش هنتخب اي حد لقائمه الاخوان ولا فرد في الاخوان. الاخوان اغزوا الشعب كله مش اغزوا بس اللي في السلطه. طبعا انا ارفض موقفهم بشده طبعا، وانا عايز اقول لك ان في بعض شباب الاخوان كانوا معانا من يوم السبت متواجدين، هي طبعا القيادات هم اللي يعني اغزلونا. وانا ارفض، انا اقول لحضرتك حاجه، احنا لغايه دلوقتي احنا ما نعرفش المبرر بتاعهم لغايه الوقت، لكن هم اغزلونا ده اللي احنا متفقين عليه كلنا. موقفهم هم لسه ما برروش موقفهم لغايه دلوقتي، احنا منتظرين الرد منهم. هم للاسف لغايه دلوقتي ما ردوش علينا وما قالوش اي حاجه حتى يخلوا في ماء وجه عندهم. يعني طب ورايك ايه في الانتخابات؟ في ظل الظروف الامنيه الانفلات الامن اللي احنا فيه ده هتبقى مجزره في الانتخابات، هيبقى في بركه دم في الانتخابات. الاخوان لو قالوا مفيش انتخابات بكره هتلاقيهم معاك في الشارع. اي واحد قالوا ايه؟ مفيش انتخابات هتلاقيهم بكره في الشارع. لا والله فيستك على فيستك، ما انا عارف ان هم فيستك يا عم. ده في واحد دول اللي هم فيستك بيتاجروا مع بعض. الاخوان دول اوانطه، الاخوان ما بينزلوش التحرير عشان خاطر مصلحتهم بس، مش هينزلوا التحرير عشان خاطر مصلحتهم. الاخوان في الاسبوع اللي فات فقدوا كل الثقه. الاخوان خلونا بدايه الخانه من الاخوان، خلونا في التعديلات الدستوريه لما نزلوا معانا التحرير هنا يوم 28 وما عار عليهم اللي حصل، عار عليهم. قلنا لهم عايزين دستور ورؤيه جديده للبلاد، اول ما عرفوا ان المجلس الشعبي ما بيقتضوا عدد منهم يحطوا الدستور على مزاجهم راحوا قالوا لا احنا واقفين للتعديلات الدستوريه، واللي احنا فيه دلوقتي بسبب التعديلات الدستوريه. للاسف فئه عايزه تقتنص السلطه باي طريقه. قيادات الاخوان خاطئه. انت عاوز اقول لك كده؟ لا شك في ذلك، بس حط في بعد اخر، في بعد اخر ممكن انا لو قالوه لي ممكن اقول لهم الله يلاكم عذركم. انا اعذر اي حد، انا لو جالي حسني مبارك دلوقتي بيكفر عن سيئاته ورد الفلوس ممكن اقبله، انا ممكن اقبله. ربنا سبحانه انت لا تقبله، بس انا بقول لك انا ممكن افكر اقبله بس يرد المظالم. هم كانوا ليهم وجهه نظر، الموضوع ممكن فيه اجتهاد ممكن اصيب او ممكن اخطئ، هم اخطاوا في قرارهم، قرارهم يحترم وهم اخطاوا، واحنا حرين في قرارنا وقرارنا يحترم. هم اي تخلف عن الشعب المصري يبقى مظلوم، اي واحد من الاحزاب يطلع بعيد عن الشعب المصري هو باطل ليس منه. اللي يخش على اي سلطه دون الشعب المصري مش مننا خالص ولا نعرفه. لان المفروض ان كانوا المناطق ما كانتش تحت حسابات سياسيه، وما كانش في حد يقدر يفكر انه يكون في اي مكان في الدنيا في الوقت ده غير في الميدان. لما يكون شايف اخوات المصريين بيقتلوا وبيترموا في الزباله مش المفروض ان يكون في اي مكان غير انه واقف جنبيهم عشان يحميهم بغض النظر عن اي حسابات سياسيه.